حاجتين باهيين هنا في الدنمارك. اذا انت في الشارع وطايح تعب متقلق صايرت لك كاد ديرجونس راهو كل تتلمع عليك وتطلب لك الامبولانس ويقفوا معاك ويعاونوك ريتها بعيني يعني. اذا انت خويا زايد مايت شيخ ضارب نتاع كام هبول راهو ما يتلفت لكش وما يخسر لكش وما يكومنتيكش وما يقولكش اش بيه هذا الجمله باهي. جبدنا على الشهريات اخويا. الشهريات الشهريات في الدنمارك تفرق على العالم الكل. أنا ما أنا متأكد منها. أنا باش نعطيك الصحيح. علاش نعطيك الصحيح؟ على خاطر أنا في بوزيسيون عندي اطلاع على لي سالير في الشركة نتاعي. أيوا. يعني مش باش نجيلك حاجة من الهواء. 4500 يورو نقولوا هكاكا تقولي أنت واو معلم 4500 مازلت غير بديت مالا عندك 15 مليون. أي مالا عندك 15 مليون تضرب 15 مليون في الشهر. ممنوع لهنا في القانون الدنماركي باش يسألك عارفك ولا الراجل يخدم فيك باش مريض ولا علاش مريض. ممنوع هذيك حاجة بريفي خاصة بيك وحتى واحد بينك وبين طبيبك حتى واحد آخر ما عنده الحق باش يعرف. يزمو يعرف اللي انت شبيك ما جيتش سيك مريض نقطة ورجع لستار. لا علاش لا كيفاش لا وقتاش لا يطل عليك لا وريني الفاس مرة وريني الغرز. في البلاد تقعد مكسور يقول لك جيب لي ورقة من الطبيب. يا ولدي ها وجيب سمرك ولا جيب لي ورقه في الطبيب. لا تلقى كاميرا ورا راسك تعس عليك لا اجون في الاورديناتور تاعك يتبع فيك بالدقيقه بالثانيه وقتاش لوغيت وقتاش ما لوغيتش لا عارفك شبيك ما جيتش ولا شبيك روتار راه حتى شيء. وان اكزومبل نعطيه لهنا اللي هو ياسر يخليك تفهم قيمه الانسان عند مثلا انا غدوه الصباح وظهرت لي تعب متقلق مش لازم نكون مريض متقلق جي با اونفي باش نبدا نخدم فيه تقلق خواتري داي في الصباح نعطي شي ميل للتيم اللي يخدم معايا اللي هما القراب اللي كل يوم نخدم معاهم الاولاد راني مريض متقلق اليوم مانيش فين نجي يرجعوا لك خويا ان شاء الله لاباس تبيك على روحك ما تقلقش روحك لا تهز ورقه لا ورقه من الطبيب لا علاش مريض لا تكلم عارفك راني مريض ويطلع عليك واعطيني الجمله عندك الحق نهار اثنين ثلاثه الجمعه ما يقلقك حد. انا صارت لي مره طلع الجمعه كامله ولا 10 ايام بليتو راقد في الدار لا تقلقني لا كلموني لا حتى شيء نهار ترجع نخدم وليد كانت متقلق تحب تزيد ترتاح ارتاح. لهنا يحطوا قيمة الإنسان على خاطر يعرفك أنت وقت تشد الأورديناتور نتاعك وتبدأ تخدم تعطيه حقه. اعرف روحك راك لنا جاي على أوبجيكتيف راك مخلي دارك مخلي أمك تخلي ولد خوك عمره عام ترجع تلقاه يجري وما كبرتش بجنبه هذيك راهي فاكتور لازم تخلصها. باش تخلصها ابني حياتك في الأوروب على الأقل تقول أني عملت حاجة ما خسرتش. كي تروح تلقى أمك مثلا طلعت لها الشيب في شعرها وعينها شوية جلدت وهي كبرت وانت بعيد عليها وما مديت لها شربة الماء وقت اللي مرضت وما غطيتهاش في الليل وما رمتش معاها كل يوم باش تشريها هذيك على القليلة عوض لها. وانت معاكم اخوكم وليد عمري 34 سنة اصلي اسير من ولاية القاسرين وتربيت وعشت في تونس قريت في صفاقس خرجت من 2012 اكتوبر نتفكرها كي اليوم 16 اكتوبر 2012 ليلة العيد وعندي توا 5 سنين في الدنمارك لكن قبل ما نجي للدنمارك لكوبنهاجن لهنا عديت 5 سنين في بولونيا في مدينة ووج المدينة اللي بديت فيها حياتي في أوروبا وقريت فيها وكملت فيها الانجينيرينج وعملت فيها الاكسبيريونس اللي هي كانت البوابة نتاعي باش جيت لهنا للدنمارك. احكي لنا كيفاش من الأول جاي كنت نرجع لك. أنا بديت ملي أنا صغير أنا مغروم بحاجة اسمها الأوروب كي نقول لك أنا ملي عمري 12 13 سنة هابل بحاجة اسمها الأوروب كي نشوف ولاد حومتي يروحوا باك الكهرباء وكي الماتريكيل وكل شيء ديما هابل دونك بديت لي انا عرفت اللي انا الطريق الوحيد باش وصلني لاوروبا هي قرايتي. ركزت في القرايه كنت نقرا مشيت عملت بعد الباك مشيت قريت في ليزان نتاع صفاقس عملت في لانستيتيو سوبيغيغ ديتيود تكنولوجيك اللي هي زاد صفاقس عملت انفورماتيك وبعد خرجت لبولونيا عملت كملت انجينيرينغ نتاعي وخدمت غادي. لكن في تونس منين انا كنت ديما في الصيف ولي فاكونس كل شيء ديما مهبول بحاجه اسمها خدمه وتله وكل شيء دونك بنيت روحي من غادي من زيرو ما كنتش هكا نستنى وفاكونسيات وصيف وبحر والبابا والماما يخرجوني لا عملت على روحي ملي انا صغير برضايه الوالدين وعاونوني دارنا كل شيء كنت ديما نصدم للوتله نخدم تعلمت اللغه من غادي عاونتني برشا زيد الانجلي اللي هو حلي برشا فيق لنا في الاوروب عاوني باش نبني مستقبلي. كنت نخدم برشا في توريزم في سوسة خدمت شيف ديوغون خدمت في الريستوراسيون ايتوا كما الناس الكل وبعد خويا كملت ليسونس تاعي وقدمت على فيزا ديتيديو طلعت لبولونيا هي قصتي لحكاية الفيزا دونك المهم سهل لي ربي برضاية الوالدين خلطت باش نحصل المونتو هذاك باش نطلع بيه وجيت لبولونيا خديت فيزا ديتيديو وصلت لبولونيا
وسكنت في فوايي كما الناس الكل من الاول. وميم تو كنت كما سمعت اللي غادي ولات صحابي تايشو ميساج لي سونتر دابيل وتوسكي انفورماتيك في المدينه على زهري. انا المدينه هذيك يعني فيها المارشي هذاك المحلول، ما دامك تحكي فرنسي وتحكي لغه اخرى سي فاسيل باش تلقى خدمه غادي. بازي هي توسكي تكنولوجي، مي او ميم طون 50% باك جراوند يكون عندك اي تي و 50% لونغاج، على خاطر الكليون باش تخدم معاه ماهو مش بولون، باش تخدم مع المرسيدس اللي هي فرنسا، عندهم لي سونتر نتاعهم. تفكر ارسينون ميتال هي شركه نتاع حديد في لوكسمبورغ، دونك الكومونيكاسيون كانت فرونسي. دونك احنا كان عندنا ادفانتج على الناس الاخرين باش نلقاو خدمه. الشركه اللي كنا نخدموا فيها كان فيها يا برتغال يا اسبانيول يا اوكرانيا روس، يعني انسان داخل باللغه نتاعو. دونك ساعدت لي ما بقيتش برشا دو موا ماكس في بولونيا، وكنت نقرا او ميم طون، وسهل لي ربي دبرت الخدمه في الشركه ما غير ما نذكر اسمها، لكن شركه نتاع تكنولوجيا. غادي بديت بشوي بشوي كما تعرفت على برشا توانسه غادي، كملنا دونك هما 5 سنين راهو في بولونيا، مش احنا مانيش باش نركز عليهم برشا، لكن الحاجه الباهي اني الشركه والانتوراج والعباد اللي عرفتها في بولونيا سهلوا لي برشا برشا باش نبني الكارير نتاعي. توسكي كوتي كومونيكاسيون ولا توسكي كوتي باك جراوند في الاي تي، خاطر كملت قرايتي وخدمت وميم طون اللي تعلمت اكسبيرونس من الشركه اللي كنت نخدم فيها. وميم طون اللي ننصح بها برشا من الناس، برسمكم كي تجوا لاوروبا ما تخليش مخك وحياتك تهزك، لكن راني نخدم ونقرا سهريات وجو، فما حاجات اخرى اون باراليل تخليك تبني البرسوناليتي نتاعك وتعاونك برشا في الوقت. مثلا انا كي جيت في بولونيا كانت ما يسمى بال فما ديزورغانيزاسيون اللي تسمى انا اسمها ذا انترناشونال اورغانيزيشن اوف بابليك سبيكينغ توست ماستر، هذه نون بروفيت اورغانيزيشن تعاون العباد كيفاش يبنوا البرسوناليتي نتاعهم، يخلوهم يتعلموا كيفاش يحكوا، كيفاش يعملوا لي سيمينار، كيفاش يقف على ستيج قدام 500 و600 واحد ويعمل سبيتش. كيما احنا نقولوا التنمية البشرية. فوالا التنمية يردوك مدرب في التنمية البشرية. فهمتني؟ وشفت انا دي زيكزومبل برشا معروفين في العالم العربي اللي ماهيش معروفة عنا برشا، فما أربعة خمسة يتعدوا على السوابع في العالم العربي، وتقريبا شفت مرة عنا واحد ما نستحضرش اسمه في تونس، جابوه حتى في التلفزة. دونك هذيك عاونتني باش نفرض روحي ونكون فيزيبل في وسط العباد، خاطر باش تجي اجنبي في اوروبا لازم عندك بلوس، ماكش انت ما عينكش عينيك ماهمش زرق وشعرك اصفر خاصه في بولونيا باش تظهر ويعطوك افونتاج، مش كيما لنا في الدنمارك. في الدنمارك لهنا مثلا ياخذوك على الكواليتي نتاعك والباك جراوند نتاعك، ما يهموش فيك منين جاي. فما دول اخرى في اوروبا منها بولونيا اين اخضر شعرك اصفر بالطبيعه باش تكون عندك ادفانتج على الاجنبي، دونك لازم يكون عندك بلوس. احكي لي شويه على بولونيا، العيشه غادي بصفه عامه. بولونيا هي راي باهيه برشا، فما عباد ماخذين فكره خايبه على بولونيا، ماشي في بالها مكا بولوني اللي سمعوا بها اوروبا الشرقيه في التسعينات فقر وتحت حيد. وبرشا صحابي كي قابلهم يقول لهم جاي من بولونيا ماشي فيها مكاك، حتى اللي يمشوا يزوروها يكتشفوا لي عالم اخر. بولونيا راي دوله ياسر نظيفه، ودوله فيها لي مارشي، ودوله سي فاسيل دافوار باش تلقى فيها خدمه بلغه اخرى اذا انت عندك ديبلوم. ما تقوليش انا مثلا عندي شيء صنعه وماشي نحب نلقى بولونيا، صنعه برا لفرنسا برا لالمانيا برا. بولونيا ننصح بها العباد هكا اللي تيديونات يحب يبدا من زيرو، فهمتني؟ سي فاسيل بواب، انا سماها بوابه اوروبا، سهله رخيصه المعيشه فيها، تنجم تبدا فيها زيرو وتفهمك اش معناها تعيش في الاوروب استاج الوحش. والبولوني خويا من بعد سهلك ربي تنطلق. بعد ما كملت قرايتي وعملت اكسبيرينس بيا في الشركه وميم تو في الاورجانيزاسيون اللي حكيت عليها، تعرفت على المدام تاعي، عرست في 2016 في 6 فيفري 2016 وتفاهمت انا المدام مانيش باش نبقى اكثر من عام في بولونيا، خاطر سي لي تون باش انا قررت اللي مستقبلي ماهوش في بولونيا، مش على خاطر بولونيا خايبه بكري، انا عندي الاوبجيكتيف نتاعي والكارير نتاعي والامبيشن نتاعي المستقبل نتاعي راه في دوله ملي انا صغير يعني مغروم بسكندنا. منين مدام سا؟ مرتي بولونية، تعرفت عليها في بولونيا وزوز 2017 قصدنا ربي جينا لهنا، هي سبقتني بشهر شهرين وبعد انا خلطت عليها. سهل لنا ربي الزوز، هي كي جات ديجا جات بكونترا دو ترافاي، هي عملت انترفيو اونلاين ولقيت الخدمة، يعني عملت هذا الانترفيو هي في بولونيا جات طول تخدم، لكن انا خلطت عليها وقتها ديجا قدمت الديميسيون من الشركة نتاعي اللي غادي، خليت داري دينيتي
عبارة عن صفر. كما تجيت من تونس لبولونيا ريسكيت، يعني أنا وقت اللي خرجت من بولونيا راني نخدم في أقوى ديبارتمون في الشركة هذه اسمها فوجيتو اللي هي الرين ديبارتمنت، كنت بكرهبتي بداري بكل شيء، خليت كل شيء ساكي على كتفي خويا عاود من الصفر. شنو الدومين اللي تخدم فيه باش نفهمه؟ أنا خدمت عملت توسكي نتورك ريزو انفورماتيك، وعملت توسكي ديفلوبمون سوفتوير في الدومين، في الدومين الريزو، خاطر في الديفلوبر فما في الدومين ديفلوبمون اي تو، فما التوسكي دومين نتورك وريزو انفورماتيك. باه جيت للدنمارك. جينا للدنمارك خويا، جينا للدنمارك خذينا خذيت شوك من الاول برجوليه. علاش؟ خاطر تبدلت الكولتور الطقس من الاول بالنسبه لي انا برشا ظلام وبرشا مطر البيريود الاولى، خاطر انا جيت في جانفي، يعني ما جيت استغفر الله يا ربي جيت اخر افريل، مازالت الدنيا يعني شويه ظلام وكل شيء. جيت للدنمارك لهنا بديت بوستيلي في السي في نتاعي، لكن قبل ما نبدا البوستيلي نحكي شويه على كيفاش تصير لهنا الاوراق نتاعك تجي. دوك ما جيت احنا للدنمارك لهنا خذيت لي 24 يوم بالضبط باش خذيت الكارت سيجور نتاعي، اللي السيستم من اقوى السيستم. انا اللي كي تسالني حاجه لهنا على الدنمارك نقول لك خويا برجو ليه شابولي، امور ادمنستراتيف وراق والدنيا لا تتعب لا تجري لا تجري لا تشد الصف، كل شيء ديجيتال، عندك الليان تدخل تفور تصب تكلموك، عندك رونديفو تمشي ربع ساعه تبص متروح على روحك تحل البوست يجيك جوابك. لهنا في الدنمارك فما زوج حاجات مختلفين، بتاتر هذا تكون تكون ريبونس للعباد اللي عندهم شويه اسرع. على الدنمارك في الدنمارك فما حاجتين، عندك كارت السيجور نتاعك وعندك ما يسمى بالسي بي ار نوما اللي هو يتسمى بلغتنا احنا الرقم الاجتماعي، ولا كيفاش تسموه انتم السوشيال نومر ولا كوتيز كارد. فوالا هذاك هو عندك رقم تتسجل به هذاك الاي دي نتاعك، الرقم هذا النيميرو الكارت هذيك هي كارت صفراء تستعملها خويا في كل شيء، في البنك باش تحل كونت باش تكري دار باش تصح ورقه اونلاين باش تصب برمي نتاعك باش تمشي للطبيب باش تشري الدواء من الفارماسي، هو فيها كود بار وين تمشي تستعملها، لا تستحق لا ورقه لا تشد كاش في ديك لا جيب دوسيي لا كرتابه نتاع اوراق دوسيي تجري من الطبيب تجيب لحد شيء. هذاك عندك خويا كيما البروفيل نتاعك في الانترنت اونلاين، وين تمشي يقول لك اعطيني النيميرو نتاعك تصب النيميرو يدخل يحل عليك خويا الكتاب كل شيء. حتى في كي تبدا تخدم انت يصبوا لك السالير نتاعك ما تنجمش تحر حتى كونت بنكير الا بالنيميرو هذاك، ما تنجمش خويا تمشي للطبيب الا بالنيميرو هذاك، باش تمشي للفارماسي تشري دواء تمد الكارت هذيك يسكان النيميرو يطلع له على السيستم شنو الطبيب كتب لك غادي، باش تحل كونت في البنك نفس الموضوع. وهذه اللي سهلت علينا برشا حاجات، فهمتني؟ هذيك من احسن الحاجات، كل شيء ديجيتاليزي. احكي لي الخدمه نتاعك توا. كما قلت لك انا كي جيت لهنا للدنمارك صبيت نطيش في السي في نتاعي، كتب لي ربي تحت مع شركه اسمها اوفا اروبا بارتنر دنمارك، هذه شركه تعمل توسكي مشاريع كبرى الدومين في الانفراستراكشر في البناء، فوالا في البناء وفي البناءات نقولوا احنا في المشاريع الكبرى. اش معناه البناء؟ مش لي زابارتمون، نحكي على لي تونيل القناطر على الكياسات على الستاسيون تاع المترو على الوتله الكبار على الاكستنسيونات، مثلا مش يكبروا في المطار تاع كوبنهاغن توا مثلا، الاستاد يعملوا في استاد في مدينه ارهوس، مشاريع ضخمه مشاريع الضخمه فوالا المشاريع الكبار كبار. وهي شركه مو معروفه، هي اصلا شركه بريطانيه، دونك انا ما استحقيتش اللغه الدنماركيه باش نخدم الانجلي، وموجوده في العالم الكل، موجوده في بريسك عنا 10 دول في اوروبا بريسك موجودين، وموجودين في العالم العربي في اسيا في امريكا موجودين بارتو. وانا لاهي توسكي اي تي شاد الاي تي دايركتور اي تي ولا ريسبونسابل وريسبونسابل على الاوفيس في الدنمارك الانفورماتيك توسكي انفورماتيك مربوط في الاوفيس هذاك تحت ريسبونسابيليتي نتاعي، ونخدم مع تيب وريسبونسابل على تسعه يعني مكاتب اخرين في اوروبا اللي هما اليوم عندي زوز في بولونيا، عندي في فاكسوفي وعندي في كراكوف، عندي مدريد وعندي في ايطاليا في ميلانو، وعندي في المانيا فرانكفورت، وعندي دوسلدورف، وعندي برلين، وعندي امستردام. احكي لي على سيستم الخدمه اللي هنا في الدنمارك. سيستم خدمه اللي هنا خويا الجنه. الجنه علاش؟ على خاطر لهنا تتعلم حاجه واحده، انه يعطوا قيمه الانسان اكثر من قيمه العمل اللي تقدم. ياسر ذكيين هما، ويقول لك انا كي نحطك انا في مليو فافورابل باش تخدم نتاكد انك باش تعطيني ريزلتا. اللي في العالم تاعنا العكس، ينزل عليك وماشي في باله كي يكبس عليك ويرعبك باش تعطيه ريزلتا.
لهنا يمنوا برشا بال ما نعرفش كيفاش نقولها تنقولها عاوني انت التراست والترانسبيرنسي الثقه ولا الفيزيبيليتي. يقول لك انا خويا نثق فيك نثق فيك ما يهمنيش فيك. عندك خويا 7 سوايع في نص في النهار ونهار جمعه 7 سوايع تخدم بون. باش نعودوا عندنا مصداقيه في كلامنا فما شركات يسمى يستعملوا الفليكسي تايم. يعني الفليكسي تايم تخدم وقت اللي تحب. عندك 7 سوايع ولا 7 سوايع ونص في النهار يا تبدا 10 تبدا 9 تبدا 8 ما يهموش فيك. لكن فما دي زوتر بوست يزمك بونكتويل 8 لازم تكون 8 خاطر انت تبدا مثلا مثلا طبيب عندك تحل العياده نتاعك 8 جايك مريض يزمك 8. انا لا انا عندي الفليكسي تايم خويا نجم نقوم وقت نحب نخدم وقت نحب نكمل وقت نحب فهمتني. ولهنا يخدموا على التراست. لا تلقى كاميرا ورا راسك تعس عليك لا اجون في الاورديناتور تاعك يتبع فيك بالدقيقه بالثانيه وقتاش لوغيت وقتاش ما لوغيتش لا عارفك شبيك ما جيتش ولا شبيك روتار راح حتى شيء. وان اكزومبل نعطيه لهنا اللي هو ياسر يخليك تفهم قيمه الانسان. عند مثلا انا غدوه الصباح وظهرت لي تعب متقلق مش لازم نكون مريض متقلق جي با اونفي باش نبدا نخدم فيه تقلق خواتري داي في الصباح نعطي شي ميل للتيم اللي يخدم معايا اليوم القراب اللي كل يوم نخدم معاهم الاولاد راني مريض متقلق اليوم مانيش باش نجي يرجعوا لك خويا ان شاء الله لاباس تبيك على روحك ما تقلقش روحك لا تهز ورقه لا ورقه من الطبيب لا علاش مريض لا تكلم عارفك راني مريض ويطلع عليك واعطيني الجمله. عندك الحق نهار اثنين ثلاثه الجمعه يقلقك حد. انا صارت لي مرات طلع الجمعه كامله ولا 10 ايام بليتو راقد في الدار كدا تقلقني لا كلموني لا حتى شيء. نهار ترجع نخدم وليد كانك متقلق تحب تزيد ترتاح ارتاح لهنا يحطوا قيمة الإنسان على خاطر يعرفك أنت وقت تشد الأورديناتور نتاعك وتبدأ تخدم تعطيه حقه. هو زاد وقت يشوفك أنت متخلق ويلزمك سبورت سبورتيك هذه حاجة ياسر مهم. قولكش باش مرضت ولا حاجة ممنوع لهنا في القانون الدنماركي باش يسألك عارفك ولا الراجل يخدم فيك باش مريض ولا علاش مريض ممنوع. هذيك حاجة بريفي خاصة بيك ما حتى واحد بينك وبين طبيبك حتى واحد آخر ما عنده الحق باش يعرف. يلزمو يعرف اللي أنت شبيك ما جيتش سيك مري نقطة ورجع لستار لا علاش لا كيفاش لا وقتاش لا يطل عليك لا وريني الفاس مرة وريني الغرز فهمتني. في البلاد تقعد مكسور يقول لك جيب لي ورقة من الطبيب يا ولدي هاو جيب سمرك ولا جيب لي ورقة من الطبيب. هذه حاجة ياسر مهمة. حاجة أخرى مثلا تنجم تلاحظها لهنا في الدنمارك فما ديماندينغ اور يعني ثم مثلا أنا غدوة مثلا أنا ما عنديش صغار لكن أونكا أو وباش تمشي عندك ودك تهزو من المدرسة ولا عندك اجتماع حبة ولا عندك موضوع تحب تقضيه عندك الحق في النهار نتاع ساعتين تعمل لهم ريزيرفيهم في الكالندريه نتاعك تكاشيهم بريفي اوت اوف اوفيس يعني خارج المكتب المكتب وتمشي تقضي قضيتك وترجع. يعني باش تمشي تعمل ورقة باش تمشي للبوسطة باش تعمل حاجة كي عندك قضية باش تقضيها لا تشاور عليه ولا تسأل عليه ولا يسألوك وين ماشي تحط في الكالندر نتاعي خارج المكتب سويعتين من زمان وتكشر عندي في الاوتلوك اللي الناس اللي تفهم ليش نحكي عندك كلوبسيون تقول بريفي يعني اجتماع بريفي تكشر ما يهموش فيه. حاجه اخرى باهيه برشا اللي انا فرحان بها اللي السالير. السالير اش معناه؟ يخلصوا نهار 15 يخلصوا نهار 31 ولا راس اخر راس الشهر. فما شركات لان يخلصوك نهار 15 تخدم نهار 15 نهار 15 فما شركات يخلصوك من واحد لراس الشهر. مرتي مثلا المدام تاعي زاد هي تخدم دايركتور في شركه تخلص راس الشهر وانا نخرج نهار 15 ديما مكبرين ما عندناش يعني تيح ما تيحش بحاول الله ما تيحش ماشي بالك الواحد يخلص شهريتين لا 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 ما تيحش خاطر انت مثلا الزوز تخلصوا راس الشهر وصار عندكم مثلا اوفر شارج وبرشا حكيت باهي جبدنا على الشهريات اخوي. الشهريات الشهريات في الدنمارك تفرق على العالم الكل يعني ما انا متاكد منها في كل دوله عندها ما يسمى بالسميك هكا ولا لا. في الدنمارك ما فماش سميك. في الدنمارك انت واش تفهم مع عارفك انت واش تنيغوسي معاه نجم انا نكون نخدم في نفس الخدمه فرد تاسك وفرد ليفل وانا كي قعدت معاه على الطاوله وضربت على الطاوله خذيت اكثر منك دوبل. لهنا ديجا صارت برشا والله ان شاء الله نكون صادق لكن صارت نقولوا احنا ديبا ديرنيير مو حتى في الاتحاد الاوروبي يضغطوا على الدنمارك باش يحطوا السميك والسويد وافقت وصارت مشكله ما بين الدنمارك وسويدكم كيفاش انتم توافقوا على هذا والى اخره. اذا انا صادق لكن شفتها قريتها ارتيكل هذه باهي. اعطيني خويا معدل هكا معدل وحسب المعقول نحكيو على المعيشه وغلاء المعيشه كل شيء. انا باش نعطيك الصحيح علاش نعطيك الصحيح على خاطر انا في بوزيسيون
عندي اطلاع على اللي سالير في الشركه نتاعي. أيوة. يعني مش نجي لك حاجه من الهواء. دونك انا ما نخدم صحيح ريسبونسابل على اي تي، لكن انا يعني زاده مسؤول مع الريسورس ايمان والفاسيليتي والفينانس. احنا جروب اون باراليل مع الرول نتاعي كاي تي مانجر، الرول نتاعي في اللي تسمى البزنس سيرفيس تيم، احنا ريسبونسابل على الاوفيس تو سكي ريكروتمون تو سكي تاسك نتاع انترن في الشركه هذيك. السالير باش نحكي على الدومين نتاعي مثلا ديبي، يعني نحكي لك انسان كغير خرج من الفاك، كغير خرج من الفاك باش تعمل كونترا يعطوك ما بين، نحكي لك على السالير نت مش بروت مش نت في يدك، خاطر لهنا يدخل فيها بعض التاكس، يعطيك من 30,000 لل 35,000 كرون. كورونا دنماركية. دنماركية ما يعادل، ما يعادل اقسم على السبعة ديما انت 4.5 4500 يورو نقول هكاكا كروسو مودو. لهنا يدخل فيها تقولي انت واو معلم 4500 مازلت غير بديت، مالا عندك 15 مليون، اي مالا عندك 15 مليون تضرب في 15 مليون في الشهر، تنجم تكري ب 1500 يورو كما تنجم تكري ب 1000 يورو. انت وين تحب تحط النيفو دفي نتاعك، انت وين تحب تحط، تنجم تكري بيت مع جماعه مثلا فنعرفش انا ب 4000 كرونا، انت وين تحط. وما تنساش انا كي نحكي لك هذا راه انسان كي غير بدا الكارير نتاعو، لا اكسبيريونس لا حتى شيء. حاجه اخرى زاده في اللي سالير التاكس، على قد ما تزيد في السالير على قد ما يعلى التاكس نتاعك، وكلها تبدا ب 36% ديما نحولك 36%، لكن راه كل شيء بلاش. طيب انا كي نحكي لك طبيب تعليم الصحه برشا حاجات يعني برجوليه ماشيين في بلاصتها، هكا ستة وانا عندي 5 سنين لهنا نعيش، هكا 36% الماشيه في السالير ماشيين في بلاصتها، ما نحسش اللي الدوله تسرق فيا، نحس اللي عطيتني حقي وانا وهي عطيتنا حقنا واحنا عطينا حق. نعطيك ان بتي اكزومبل باش تفهم النوسيون تاع العيشه في البلاد هذه. من 2019 خدمنا ستاسيون اللي هي تسمى سيتي رينغن، هي 17 ستاسيون في كوبنهاغن، هي عباره على دوره تشق مدينة كوبنهاغن كل مشيرات. احنا خديناها من الدولة البروجي هذا، ربحينه من الدولة، دخلنا في البيت في وربحنا البيت يسموه البيت المزاد، المزاد ربحنا البروجي وخدمنا مع الدولة. دونك احنا عملنا التوسكي ديزاين وارشيتكت والانفراس، حضرنا الانفراستراكشر البلان والدولة تبني على روحها تحضر روحها. بعد كي كملوا البروجي تعرف شو عملت الدولة؟ كل ما حتى مش فما متساكنين دايرين بها بعثوا لهم ايميل نعتذروا على المده تاع القلق والغبره اللي سببناها والحس وكتوك توك كل يوم، وهاو فما ليان اذا تقلقت وتحب تعويض ادخل صب الابليكاسيون والفورميلير نتاعك وخذ التعويض نتاعك. تعرف كي نعرف التعويض نتاعهم قداش؟ هذه معلومه انا متاكد منها على خاطر الشركه نتاعي انفولفد يعني داخله في الموضوع هذا، ما بين 85,000 كرونه حتى 90,000 كرونه كان مش اكثر. قداش باليورو؟ فما 12,000 يورو تعويض. 36 مليون تونسي. دي ماكس. معناتها يجي يحل لك مرمه في الحومه ويزيد يخلصك الفلوس. انا كنت نسكن انا تو الابارتمون هذا نقلته دنيير مو، كنت نسكن في شارع اخرى مش بعيد من الناس 700 متر من هنا، يخدموا في الشارع. قبل ما يبدوا يخدموا الشارع بعثوا لنا ايميل. قالوا لنا برجوليه سامحونا. انا باش نبداو نخدموا لهنا كانت قلقت ولا حاجه او في بالك مش تجيك شويه غبره شويه حاس ديزولي على الديرونجمون، رانا باش نخدموا لكم الكياس شركحوكم اموركم جا ربي سامحون. ريت الليفل اللي وصلوا له نحكوا على الحاجات هذيا راه تخلي لك بوش بيت او اش فما ساعات تبدا تمشي في الشارع تدخل المطعم تبدا تاكل وانت داخل في المطعم تلقى البوسيت نتاع البيبي برا والطفل تقول امو ويني فين ابوه وحده طفل برا طفل وحده هذه برشا يمكن فما اللي عايشين في الدنمارك يمكن يصدقوني يمكن عباد يديروا شي يسمعوني يقول لي هذا مهبول فاش يحكي هنا في الدنمارك تخلي ولدها لبرا في الكروسه تحلو شويه هكا بيبير ونحكي لك ما في البوسيت مازال ما يحبي تخليه خارج الريستورو ولا خارج الكافيه تبنك لبرا تدخل هي تشرب قهوتها مع صاحبتها هكا كيما هكا بالارض تقدر تفقد ولدها لبرا وكهو تقول لك بهيل ولا هو البر والفريش شوف النيفو نتاع الثقه والسيكوريتي اللي وصلت للدنمارك تقريبا 5 ولا 6 سنين على بعضهم تاخذ اجمل مدينه في العالم تقريبا
اكثر مدينه سيكوريزي واسعد شعوب في العالم. لا مش من لا شيء، راه خدموا عليها سنين الله باش وصلوا لهذه. شنو اسعد شعوب العالم؟ فسر لنا خويا. يعني انت شوف انسان يسال يقول لك اش معنى اسعد نهار كامل هو يكشخ ينكتوا لهم ليه؟ فما شوف يعمل لك كالكول الدخل السنوي نتاع كل بشر، الصحه، التعليم، يعني المجالات الكل، الرفاهيه نتاع الشخص هذاك كيفاش، وبازي عن لي نورم هذوكم يعطيك خويا الانسان هذاك. انت عليه وقتاش تكون فرحان؟ عود ولادك يقراو بيان، تاكل بيان، ما عندكش مشاكل في صحتك، تمشي للطبيب ما عندكش قلق، ترانسبورك تفز توصل وين تحب انت، تخلص بيان، ما عندكش ستريس، ما عندكش قلق في خدمتك، فهمتني؟ الدولة توفر لك كل شيء. ما تكونش سعيد؟ تكون سعيد. هذيك اش معناها اسعد شعب في العالم؟ انسان عنده ثقة كبيرة مع الحكومة نتاعو، عنده علاقة طيبة مع الحكومة نتاعو، وريسبروك. اش معناها أكثر دولة ديرنيير مود 2022 خذيت أكثر بلاصة آمنة في العالم. أن إكزومبل كنت نحكي لك عليه، اقرض مع 3 ولا 4 نتاع الصباح وحدك في الشارع. خرج بنتك عمرها 8 سنين و10 سنين هامله في الكياس. قال لك قعد، روحي ل 4 نتاع الصباح اطلع اسر بنية، روحي من الخدمة وقت اللي حاب يكلمك حد. حاجتين باهيين لهنا في الدنمارك. إذا أنت في الشارع وطايح، تعب، متقلق، صايرت لك كا ديرجونس، راهم الكل تتلمع عليك وتطلب لك الأمبيولونس ويقفوا معاك ويعاونوك. اللي تابعين هي هذه. إذا أنت خويا زايد مايت شيخ ضارب نتاع كا مهبول، راهو ما يتلفتلكش وما يخسرلكش وما يكومنتيكش وما يقولكش اش بيه هذا الجملة. بلاش نسألك سؤال كومنتير هذا. قول لك بلاد سكندناف، بلاد الظلام، بلاد البرد، وبلاد الاكتئاب. جاوبنا عليه السؤال هذا. بلاد الظلام. إجا عيش لهنا قبل ما تاخو حتى أنا كيفك. زاد أول مرة أكثر بلاصة ينتحروا فيها سكندناف، هاني 5 سنين لتو مش ناقد روحي، هاني لاباس حايد نتنفس. بلاد الظلام إيش معناها ظلام؟ بيزم تفهم النوسيون، شنيا ظلام؟ يعني تقصد على الطقس؟ تنجم تعيش خويا راك في دولة الشمس من 6 نتاع الصباح لل 10 نتاع الليل وأنت مكبوب نهار كامل. تجي تعيش في دولة فيها 4 سوايع شمس، لكن كل مؤهلات الحياة والحاجات اللي تحب عليها متوفرة لك. فما حاجات أخرى باهي بلاد الظلام هاو أسعد شعب في العالم. بلاد الظلام هاي أكثر بلاد سيكوريزي. بلاد الظلام هاو اللي صار لهنا ما تاخوهاش في مثلا في دولة الشمس كل يوم زرقاء فيها. اش معناها بلاد الظلام؟ فما حاجات أخرى تخلي لك تغير. مثلا اش معناها تغير؟ يعني فما النقائص نتاع الطقس نتاع البرد ونتاع قلة الكونتاكت مع العباد تلقى تعوضها بناس أخرين. كي تبدا أنت مثلا تخلص بيان تنجم تسافر في العالم 3 مرات، تمشي تعمل جميعة في إسبانيا، جميعة في البلاد، جميعة في بلاصة أخرى. علاش؟ على خاطر الدخل نتاعك يخول لك باش تعيش. تعيش انت في تونس ولا في بلاد اخرى سخونه مثلا اسبانيا مثلا، تعيش مزيانه اسبانيا وطقس جميل وكل شيء، قد يمشي عطوك سالير في اسبانيا. هل السالير في اسبانيا باش تاخذ انت يخول لك باش تسافر 3 مرات في العالم في العام؟ يخول لك انت مثلا باش تعيش بيان في اسبانيا وتعاون داركم اذا لازمك تعاون داركم وتسافر وتحقق احلامك؟ فما حاجات تخليك تبدل. ما تقوليش مثلا ديبريسيون، فماش ديبريسيون. انت اش معنى؟ انا مثلا يمكن برشا عباد يكومونتي الكلام اللي نقوله تو، اش معناها ديبريسيون؟ مادام قريب لربي ورضايه الوالدين، فهمتني، وتخدم على روحك ومرتاح مهني مع روحك مع مرتاح، فماش ديبريسيون. هما علاش مثلا يقولوا برشا في السياد عباد ديبريسيون ومشاكل وكل شيء؟ ما تقارنهمش، هما راهم دين اخر، كلتشر اخرى، مجتمع اخر، مود في اخر. احنا لا، احنا رانا مسلمين عرب، نعرفوا وين نرجعوا كي تطيح بينا نعرفوا. الدعوه من الميمات انا ظلام وانا سود، فهمت؟ دونك وين تحط روحك ولو انت راجع؟ انا مثلا عندي برشا اصحاب تونس، كي انا نجي لهنا نبني الفاميليا نتاعي جديده لهنا، نعمل انتوراج مزيان، كل مره بحث صاحبي نضيع، ما فماش باش تتقلق، ما فماش. كونكليزيون، ميساج للشباب الكل، اول حاجه عمرك ما تسمع العباد يقول لك سيب عليك وفك عليك وبعيدة وسيب عليك، ساكك على كفتك وكي تتوكل ما توكلش العباد، توكل على ربي. خاطر انا كي خليت بولوني، خليت داري وخليت كرهبتي وخليت خدمتي في اقوى شركات وجيت لهنا، جيت ساكي على كتفي بديت من الزيرو كي انا كي مرتي. ثاني حاجة ما تخليش الدنيا تهرب بيك، هذه اهم حاجة. ما تخليش الدنيا تهرب بيك من السيون للسهريات وقعديات واصحاب وكل شيء.
اعرف روحك راك لنا جاي على اوبجيكتيف، راك مخلي دارك، مخلي امك، تخلي ولد اخوك عمره عام ترجع تلقاه يجري وما كبرتش بجنبه، هذيك راهي فاكتور لازم تخلصها. باش تخلصها ابني حياتك في الاوروب، على الاقل تكون انا عملت حاجه ما خسرتش. كي تروح تلقى امك مثلا طلعت لها الشيب في شعرها وعينها شويه جلدت وهي كبرت وانت بعيده عليها وما مديت لها شربت الماء وقت اللي مرضت وما غطيتهاش في الليل وما عرفت انتش معاها كل يوم، باش تشريها هذيك؟ على الاقل عوض لها. وانت كي تشوفك هي ناجح وفرحان ومتهني هي تتهنى، خاطر احنا راهم نعيشوا في الغربه صحيح ونبني روي احنا ونصلحوا من حياتنا، لك فما فاكتوري غالي غالي نخلصوا فيه. شوفوك على الفيسبوك وشيخ وطاير والله يجاوبك به، لا صحيح، لكن فما خويا نكسكو فك الوقت اللي مش نعدوا معاه في دارنا وناس ريت اذان انا كنكلم خويا في التليفون نسمع الاذان بتاع المغرب بارفوا ما تشريهاش بمال الدنيا. دونك ننصحك كي تجوا لهنا ابنوا حياتكم، اعمل بلان قدامك رسومه، ابني حط اوبجيكتيف دي تونزون تو اوكي باش تعمل شيخه وخرجه وجو اوكي، لكن ديما ماذا بيقلل. وكي تختار العباد فما برشا ابعدك من العرب ابعدك من التونس ليرا ماذا بيك ديما تخلط، فهمتني؟ وكيما نقول لك اللي يتوكل على ربي راهو في اي وقت ما في تمشيش للصومال تتوكل على ربي تروح لبلادك مليونير. المهم خويا توكل على ربي في الاشياء وما تقولش كي تمشي للدنمارك ما تحملش على فلان ولا فلتان راني ماشي له، لا قول انا ماشي معمل على ربي، خاطر برشا يجوا لهنا يقول لك انا ماشي لفلان وبعد ما تمشيش الامور معاه ولا يسكر على التليفون تلقاه تحت الحيط. اما اللي توكل على ربي باذن الله ربي يسر.